كلما شاهدت حدثا سعوديا على مختلف الأصعدة فتش عن صوته وستجده حاضرا، يملك ثلاثية قادرة على صناعة النجاح: الموهبة، العطاء، الحب، قادته لأن يكون واحدا من أساتذة الميدان. منذ حضوره بيننا في يا هلا وهو ينثر الجمال والإخلاص والإبداع، أحدثكم عن الأستاذ الزميل المراسل محمد المحي، الرجل الذي شاء الله أن يلازم السرير الأبيض هذه الأيام إثر وعكة صحية صعبة، لكنها ستصبح سهلة إن شاء الله إذا وافقتم أن تضموا دعواتكم إلى دعواتنا بأن يلبسه الله رداء الصحة والقوة والعافية. يا محمد، كل زاوية في هذا البرنامج اشتاقت لك، وبالقدر الذي يحزننا وجعك ستسعدنا عودتك مجددا إن شاء الله. أرواحنا قبل المكان تنتظرك. الطيبون إذا المواجع أطفأت ضحكاتهم صرنا لهم قنديلا، لكن روحك يا محمد بدرنا، لكن روحك يا محمد بدرنا، فارجع بنورك فارسا وأصيلا. محمد آل محي القحطاني عمل سابقا في قناة دي ام ام، كما عمل في القنوات الرسمية في التلفزيون السعودي، وهو من أركان العمل الصحفي في صحيفة اليوم، الحائز على المركز الأول كأفضل تقرير في اليوم الوطني لعام 2021 ميلادي. شارك في تغطية جميع أحداث المنطقة الشرقية، هو أحد منسوبي العلاقات العامة والإعلام في تعليم المنطقة الشرقية، ساهم في تغطية جائحة كورونا بدوره كأحد الصحفيين البارزين في المنطقة.